هي نبدأ خلاص. بسم الله. كلمة، هل من كلمة أخيرة أستاذة انتصار؟ أولا نحب نحيي قناتكم على تغطيتها لتواصلنا في الاعتصام، ونحب نقول نحن توخاشين في ثالث أسبوع للاعتصام ومستمرين بقدرة الله. آخر ما توصلنا لتو حاليا نحن خشينا لرئيس المصلحة وعدنا طبعا بأنه هو يمثلنا في التواصل مع الجهات ذات الاختصاص زي رئاسة الوزراء زي وزارة العدل. وطبعا هو قال أني مشيت قدمت لمذكرة شارحة بمطالبكم كلها لسيدة رئيسة وزيرة العدل، وقال أنه هو ينتظر في الرد. احنا طبعا مطالبنا نزيد نأكد عليها تفعيل القرار رقم 426، المطالبة بتوحيد مرتبات أسوة بباقي زملائنا، المطالبة بالتأمين الصحي. الحاجة اللي نبي نضيفها استاذ تجاوب بعض رؤساء الفروع، ونين من المنبر هو بنحييهم زي رئيس فرع منطقة بنغازي، رئيس فرع المنطقة الجنوبية، في بعض مدراء الإدارات تجاوبوا معنا بالرغم طبعا من يعني عدم تجاوب البعض الآخر، وبالرغم ان يعني مطالبنا زي ما قلنا مشروعه، مطالبنا محميه بالقانون، احنا طالبين العداله الاجتماعيه لا اكثر ولا اقل. وطبعا نحب نشكر كل الزملاء اللي وقفوا وقالوا نعم للاعتصام. نحب نقول ان هذا مطلب شرعي، نحب نقول ان وزاره التعليم ما وصلتش اخذت حقوقها الا بالمعلم وبالمعلمه، وزارة الصحة ما خدتش حقها إلا بالطبيب وبالممرض وبمساعد الممرض وبمساعد الطبيب، قصدي كلهم كانوا يد واحدة. أنا نتمنى من زملائي على مستوى ليبيا وفروحها نتمنى ينضمونا للاعتصام، نتمنى يفهموا حقوقهم المشروعة ويطالبوا بها. نتمنى إن الموظف هو اللي يخلي المدير والمسؤول ويخلي رئاسة الوزراء ويخلي وزارة العدل تتحرك، راهو من غير الموظف احنا ما نقدر نديروا شيء. انا من منبرك النادي كل الموظفين للاعتصام على مستوى ليبيا من شرقها لغربها، نتمنى ان الموظف بالدرجه الاولى هو اللي تكون عنده القدره انه يطالب بحقوقنا فقط. ونجدد شكري طبعا لحضرتكم على تواصلكم معنا وعلى تغطيتكم، ونتمنى كل القنوات تجينا وتتواصل معنا لان هذا حق من حقوقنا واحنا لا يمكن نسكت عليه. احنا طالبين العداله الاجتماعيه، يكون عندي مرتب محترم زي باقي القطاعات، هذا اللي طالبينه يا سيدي ومشكورين.